بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في نشرة الأخبار من قناة النصر 24، والتي أبدأها بالعناوين. اختتام أنشطة الأسبوع الثقافي الوطني للغة العربية دورة 2020 برئاسة وزير التربية الوطنية وترقية المواطنة. رئيس الوزراء السوداني يتلقى برقية تهنئة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بذكرى استقلال السودان. الأمم المتحدة تدعو الدول الأعضاء إلى تشكيل لجنة مراقبين دوليين لدعم الهدنة في ليبيا. كانت هذه العناوين، وإليكم التفاصيل. اعتمد نواب الجمعية الوطنية مشروعي قانون إعادة هيكلة مستودع لشراء الأدوية وتوفيرها للسكان على النطاق الجغرافي، ومشروع إصلاح المدرسات الوطنية للعمال الصحيين والاجتماعيين ومراعاة احتياجات المدرسة الصحية لتطبيق نظام الماستر والدكتورة. وكان ذلك بحضور وزير الصحة العامة والتضامن الوطني الدكتور عبد الله صابر فضل، إلى جانب عدد من أعضاء الحكومة. ويندرج هذا المشروع في إطار توجيهات فخامة الرئيس الجمهورية المشير إدريس ديبي إتنو في التعميم المتعلق بإعادة الميزانية العامة للدولة للعام 2021. وقال وزير الصحة إن المشروعين ضمان لترقية الرعاية الصحية الجيدة في البلاد. ترأس وزير التربية الوطنية وترقية المواطنة أبو بكر الصديق شرومة اختتام فعاليات الأسبوع الوطني للغة العربية في تشاد، الذي جاء تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية. وقد شهد الأسبوع عدة أنشطة ومعرضاً للكتاب الدولي بأنجمينا، إضافة إلى ندوات علمية عرض خلالها الباحثون أعمالاً علمية تسعى إلى تطبيق الثنائية اللغوية. وقال نائب رئيس جامعة الملك فيصل أن الأسبوع شهد أنشطة وبرامج مختلفة، مقدما شكره لفخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو على دعمه واهتمامه بالثنائية اللغوية. ومن جانبه ناشد رئيس الاتحاد العام لمؤسسات دعم اللغة العربية بتشاد المهتمين بحرف الضاد توحيد الصفوف وتقديم مصلحة اللغة العربية على المصلحة الخاصة. ومن جانبه أكد وزير التربية الوطنية أن مثل هذه الأنشطة تدعم جهود السلطات العليا في تطبيق الثنائية اللغوية. نظمت المجموعة البرلمانية للحركة الوطنية للإنقاذ حفل تكريم لثلاثة من نواب الجمعية الوطنية الذين حصلوا على درجة الدكتوراه الدولة، وهم محمد ابن بشارة وزكريا محمد صالح وخديجة حسب الله. وترأس المناسبة رئيس المجموعة البرلمانية بقصر الديمقراطية، حيث قدم المحتفى بهم ملخص رسالتهم ومعالجتها لبعض القضايا في الجوانب السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية. كما أثنى رئيس المجموعة البرلمانية على الذين حصلوا على درجة الدكتوراه بهذه المبادرة على مستوى الجمعية الوطنية، مؤكدا بأن أطروحات الدكتوراه هذه سيسلمها لمشير تشاد إدريس ديبي إتنو. وفي الشأن السوداني، تلقى رئيس مجلس الوزراء بالسودان الدكتور عبد الله حمدوك برقية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هنأه فيها بالذكرى 65 للاستقلال، وقال إن البلاد حققت تطورا مهما في تحقيق أهداف الثورة السودانية متمثلة في السلام والحرية والعدالة، كما أن توقيع اتفاق سلام جوبا وفر فرصة عظيمة لتوحيد الشعب السوداني. وأضاف ترامب أن المصلحة الاقتصادية برغم صعوبتها تعد بازدهار في المستقبل القريب، مشيرا بالتطورات الإيجابية في السودان. اطمأن رئيس مجلس الوزراء بالسودان الدكتور عبد الله حمدوك على مجمل الأوضاع بولاية غرب دارفور، خاصة الوضع الأمني. جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه بمجلس الوزراء والي غرب دارفور، الذي أوضح أن ولايته تتمتع بوضع أمني مثالي بسبب خطة الولاية والانتشار الواسع للقوات النظامية على مجمل الولاية، الأمر الذي أدى إلى تأمين الموسم الزراعي وحماية المدنيين. وأشار الوالي إلى نجاح الموسم الزراعي والحصاد لهذا العام، مؤكداً أن ما يشاع عن وجود انفلاتات أمنية بالولاية حديث غير صحيح، مضيفاً أن اللقاء تناول ترتيبات لقيام الحوار المجتمعي. عالمياً، دعت الأمم المتحدة الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى تشكيل لجنة مراقبين دوليين لدعم الهدنة في ليبيا، والتي تتكون من مدنيين وعسكريين متقاعدين من هيئات دولية على قرار الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.
جاء ذلك في مقترح عرضه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على مجلس الأمن يتضمن توفير آلية تطبيق وقف النار. قالت المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني ويليامز في اجتماع ملتقى الحوار الليبي إن عملية إحقاق نجاح الحوار السياسي في ليبيا لن تمضي قدما، ولن يتحقق لها النجاح إذا كان المنهج المتبع في المداولات مبنيا على حسابات الربح والخسارة بحسب قولها. وأشارت ويليامز أن ما تحتاجه ليبيا ليس معادلة لتقاسم السلطة، بل معادلة لتحمل المسؤولية بشكل تشاركي للسير نحو الانتخابات، مؤكدة توحيد المؤسسات التي تواجه تأخيرا في التقدم نحو تحقيق مستوى مقبول من الإجماع على اختيار السلطة التنفيذية. إلى هنا تكاملت هذه النشرة من قناة النصر 24، والتي أعود وأذكر بعناوينها: اختتام أنشطة الأسبوع الثقافي الوطني للغة العربية دورة 2020 برئاسة وزير التربية الوطنية وترقية المواطنة. رئيس الوزراء السوداني يتلقى برقية تهنئة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بذكرى استقلال السودان. الأمم المتحدة تدعو الدول الأعضاء إلى تشكيل لجنة مراقبين دوليين لدعم الهدنة في ليبيا. شكرا لحسن المتابعة، وإلى اللقاء.